السلام عليكم، معكم دكتور لميا ليندوزي، طبيبة عامة بمدينة الدار البيضاء. اليوم غادي ندويو على الأمراض النفسية والعصبية خلال شهر رمضان. غنبداو بالأمراض النفسية. الأمراض النفسية المعروف منها الاكتئاب، الخوف، الهلع، كريز دو بانيك. يقدروا يكونوا جوج الحالات في رمضان. غالبا ما هذيك الراحة النفسية اللي كيحسها الواحد عند ممارسة النشاط الديني اللي هو الصيام. بزاف الناس كيحسوا بواحد الراحة، بواحد الطمأنينة خلال شهر رمضان، ولكن بغض النظر على الروحانيه ديال هذه الممارسه الدينيه، كيكون واحد التغيرات فيزيولوجيه في الذات كتجعل ان الصيام النهاري خلال شهر رمضان عنده واحد الفوائد بالنسبه للامراض ديال الامراض النفسيه، خصوصا الاكتئاب منها. كيكونوا واحد الافرازات ديال الهرمونات كيتبدلوا، الافرازات ديال الهرمون الدرقي كيهبط، الافرازات ديال لي زوندورفين اللي هو المورفين الطبيعي كيطلع، الافرازات ديال بعض لي نورو ترانسميتور حتى هما كيطلعوا، وهذا الشيء كيحسن من وضعيه بعض الامراض النفسيه. غالبا ما التاثير ديال هذا الشيء كيبان في كياخذ واحد 5 ايام الاولانيه، وكيبدا تيبان هذا التاثير الايجابي في اليوم الثامن من الصيام. الناس اللي كياخذوا علاجات دواء ديال هاد الامراض كسوا الاكتئاب او لا الهلع ولا لا بانيك، دائما استشاره الطبيب المعالج باش نعرفوا كيفاش نضبطوا الجرعات ديال الدواء اللي كياخذ على حسب النظام الغذائي بين الفطور والسحور. دونك بصفه عامه الناس اللي عندهم هذه المشاكل النفسيه، خصوصا في الحالات اللي هي خفيفه او لا مسيطره، يقدروا يصوموا بدون اي مشكل. ولكن خاص احترام مواعيد النوم واحترام غذاء نظام غذائي متوازن. الناس اللي تيكون اللي كيسهروا بزاف بالليل تيكونوا في الغد ليه تيعيا وتيحسوا بالارق، دقات القلب كيتسرعوا، ما كيعاونهمش على الامراض النفسيه. شحال ما احترموا هذاك السوايع ديال النوم واحترموا عدم تعاطي المواد اللي هي منبهه بزاف بحال القهوه، اتاي، التدخين او المواد اللي هي اكسيتانت، تحافظوا على داك التوازن اللي قدروا يربحوه خلال الصوم في شهر رمضان. اما الامراض العصبيه فهي الامراض اللي هي ناتجه عن يا اما واحد تلف او لا واحد نقص في شي ماده من المواد في الجهاز العصبي. مثلا مرض الصرع او الابيليبسي، تيكون واحد الخلل في البؤره الصرعيه اللي كتكون كتخدم كثره وكتعطي هذوك النوبات ديال التشنج وديال الاغماء المتكرر اللي كيكون عند المرضى اللي كيعانوا من مرض الصرع او الابيليبسي. في هذه الحاله ايضا الا كان المرض مسيطر عليه وشحال ديال الوقت دايز ما عندوش ديك خيز، ما كيجيوش النوبات، شحال ما يقدر يتحمل الصيام ويكون يقدر يصوم مزيان. الصيام حتى هو يقدر يكون عنده فوائد في هاد الناحيه هذه، لانه كيريح الجسم ديالو، كيريح البدن ديالو، وحتى دوك لي نورو ترانسميتور كيكونوا كيدوزوا احسن. ولكن خاصنا نفهموا ايضا ان من بين العوامل اللي كياثروا على دوك النوبات ديال الصرع هي قله النوم، القلق، التوتر، الماكله الغير منتظمه، هادشي كياثر على المرضى اللي عندهم مرض الصرع وكيجعل ان المرض ديالهم يقدر ما يكونش كونترولي او لا منضبط. دائما اللجوء الى طبيب معالج باش نعرفوا كيفاش ناخذوا الدواء. ما نجمعوش كاع الجرعات في دقه واحده. نحترموا المواعيد ديال اخذ الدواء، نحترموا مواعيد الاكل ومواعيد مواعيد النوم. من بين الامراض الاخرى ديال الامراض العصبيه الباركنسون مثلا او الرعشه، حتى هي ناتجه عن نقص واحد الدوبامين في الذات. على حسب الحالات، كانت حالات خفيفه يقدر الانسان يصوم، كانت حالات متطوره كتحتاج العلاجات اللي هي اكثر او لا التناول الادويه خلال النهار، فلا حرج عليهم.